بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنبدأ مع بعض يا جماعة ان شاء الله نعمل الفوتر ونعمل شوية رتوش معاه، لان طبعا زي ما انتم شايفين فوتر بسيط ما فيهوش اصلا اي حاجة. الفوتر يا جماعة انا شايف ان هو حاطط فيه الايقونات المواقع الاجتماعية، وهو اصلا حاططها فوق تاني، فطبعا ما فيش داعي ابدا تكون موجودة هنا وفي نفس الوقت موجودة هنا، يعني هي طبعا مش زيادة مواقع وبس يعني. طيب الفوتر بتاعنا ما فيهوش اي تنسيقات، يعني لو تلاحظوا مجرد بس ديف يعني start footer و end footer def class footer. ممكن تستعمل طبعا السيمانتكس الخاصة بال HTML5 وتستعمل تاج الفوتر على طول def class container. حتى الكونتينر هنا ممكن تحتاجوش على فكرة، لان انت كده كده بتوسط الكلام، بس انا هقول له def class عشان بس تكون انت متعود على على استعمال الكونتينر دايما. وهكتب هنا بي مثلا، او ممكن تكتبه دايركت جوه الكونتينر مفيش مشكله، ولو اني افضل تستعمل باراجراف دايما عشان اي فقره نصيه وتحط فيها باراجراف. هنعمل التاج الكابي بتاعه اللي هو ده السي ات كابي، اسم الديزاين اي اكس يو ار سيمز مثلا 2017 بالشكل ده. وبعدين جوه الكونتينر هقول له text داش سنتر هنا، نروح نشوف الفوتر. ادي الفوتر بتاعنا، فضل له بس التنسيقات. فهاجي عند التنسيق بعد الكونتاكت اس على طول، والفريم ورك دايما بخليه اخر حاجه لانه عباره عن فريم ورك بيستخدم في كل مكان مش تبع سيكشن معين. دوت فوتر باك جراوند كلر شيب باك ذاتس فور اسود والكلر 3E مثلا، مش لازم يكون ابيض، في الوان ظريفه كتير زي ده مثلا. والبادنج 20 بكسل زي كده، والفون سايز ممكن تكبره شويه لو تحب مثلا 18 بكسل، والالوان تغيرها لحد ما توصل طبعا للي انت عايزه. وهروح على البادي، كنت عامل له هايت خرافي عشان اقدر اصمم براحتي، دلوقتي اقدر اشيله عادي مفيش مشكله. ادي الفوتر بتاعي. في بعض الرتوش عايزين نعملها بسرعة في التصميم، وأول حاجة نروح عليها موضوع الهيدر. الهيدر عندي أنا هنا مثلا محتاجين مثلا يا جماعة الزرار ده زي ما قلنا في الدروس اللي فاتت يكون زيه زي الهيدنج اللي فوق ده مثلا في نفس الحجم، وبعدين نشيل منه البوردر راديوس اللي انتم شايفينه ده. فطبعا ده الزرار اللي هو الجيتنج ستارتد ده أهو سبميت. أول حاجة أحتاج أقول له البوردر راديوس صفر، بحيث يكون زي ما انتم شايفين مالي الشاشة كده. البادنج بتاعه 15، خلونا نبحث عنه هنا الأول في الـ CSS، بعدين نغير التنسيقات بتاعته. هقول له border radius صفر، بعدين هحتاج إني أعمل التاني كمان الـ heading بتاعنا ده، الـ padding بتاعه 10 خليه برضو 15، بحيث يكون قد التاني بالظبط. شايفين كده في يعني زي ما تقول تناغم بينهم، وبرضو ممكن تغير الخط نفسه، حجم الخط الخاص بالزرار ده بحيث يكون قد ده كمان، برضو دي حاجة ظريفة ممكن تعملها. في شوية رتوش تانية ممكن اسيبها لكم كتمارين تعملوها. موضوع مثلا نسيب مسافات بين التاب ده والتاب ده ميكونوش بالشكل ده. في اكتر من حاجة ممكن نعملها، يعني هنا مثلا حاول تزود الكلام شوية، ارتفاع الكلام تزود الكلام عن كده بحيث اللي هو التناغم بينهم يكونوا مثلا في تناغم، ما يبقاش الحته اللي فوق دي صغيره وهنا كبيره جدا كده. حاول طبعا تخلي المسافات الموجوده في السكشن اللي فوق والتحت دي تكون قد السكشن ده وقد السكشن ده، يعني حس برضو في بينهم شغل كويس. بعدين الخط، اهم حاجه الخط. انت معاك ملف البي اس دي تقدر تحمله فري زي ما قلنا، اللينك بتاعته موجوده في وصف البلاي ليست. وطبعا شوف الخط الموجود في الفوتوشوب اسمه ايه، وتقدر تجيبه من الجوجل ويب فونتس وتستعمله عشان خاطر تخلي التصميم زيه بالظبط. ده كله هيكون تمرين ليك. انا مش عايز اعمل التصميم زيه 100% وتروح انت تخلصه 100%، يبقى انت كده ما تعبتش ومش هتتمرن، لان مفيش حاجه فاضله انت تعملها، كل حاجه اتعملت، يبقى انت هتعمل ايه؟ فلازم يكون في شويه تعب تعمله انت. حاول تغير في الالوان، تعمل اللون البرتقالي ده لون تاني يكون لون فلات كويس، وتظبطه وتعمل فيه التعديلات كلها، وتخلي عندك مين كلر فوق هنا، يعني تعمل فوق هنا مين كلر تمشي عليه على كله، المين كلر للالوان اللي هي زي دي، ومين كلر للباراجرافات دي يكون ليها لون غير اللون ده مثلا،
وتخلي اللون ده هو نفس لون البليس هولدر ده مثلا. يعني في حاجات كتير قوي تعملها عشان تجمل التصميم. لحد دلوقتي يا جماعة ان شاء الله نقدر نقول ان احنا خلصنا الدرس الجاي، بس هنعمل فيه تيستينج على الريسبونسيف. التيست على الريسبونسيف على فكرة هيكون فيه شغل كتير جدا، لان الموقع اللي قدامك انت شايفه جميل ده، على الريسبونسيف فيه حاجات كتير هتضرب، وفي حاجات كتير هتعمل لها كاستم ايديتس انت عشان يكون شكلها جميل. يعني الكورس لسه مخلص. يا رب الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واسيبكم تعملوا التمارين، واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي عشان نظبط الريسبونسيف كامل. والسلام عليكم.